صباح الخير بمطبخ رؤيا دنيا يا دنيا، مكملين مع غادة التلي. أكيد اليوم عم تستناكم، رح نحضر أكلات شتوية. ميزانية كتير قليلة، ما بدها أبدا تجهيزات ولا أغراض. من مطبخنا العربي، من المطبخ العربي، رح نعمل العدس اللي هو كتير زاكي بهالأجواء، وفتة الحمص. أول مرة بسمع فتة الحمص مبدئيا، يعني أنا ما فتة الحمص فتة العادية يعني. بس تحديدا بتكتري فيها حمص. طيب هلا عندي اذكر كيفك قبل ما اذكر نذكر بالسؤال، ليش لا؟ برنامج جديد رح تشوفوه على رؤية ابتداء من يوم الاربعاء. امتى رح يكون بث برنامج ليش لا؟ برنامج جديد، هل رح يكون على الساعه 8 مساء، 9:30، او على الساعه 7:30؟ ايش فكرك غادة؟ تغششيهم؟ بقول تغششيهم انت، غششهم أنا. أوكي. هو 8، 9:30 أو 7:30، هو يعني أخر ساعة بالموجود بين الخيارات. 7، 9:30 أو 8:30. 9:30 يعني الأكثر تأخيرا. والهدايا خلص، بديش أحكي اللي بالنص. أكثر إشي متأخر بالتوقيت. ليش لا؟ يوم الأربعاء أي ساعة؟ 8، 9:30 أو 7:30؟ كيف بتشاركوا؟ تبعتونا SMS. لا تربحوا. ايش رح يربح الاس ام اس؟ الاس ام اس من كينوود، قطاعه، بس مش قطاعه عاديه. دايما كينوود سباقين في الحاجات اللي انت عارفه ان هم اول ناس اخترعوا العجانه الكبيره دي. بعدين وراهم. المهم، بصي، هي قطاعه بس باربع شفرات. مش باثنين بس. فكتير لطيفه، ودي هديه الفيسبوك. كتير بحبها. هي صينيتين تخبزي فيهم الكيك، بس بيخبزوها لك بحيث ان هو بيعملوا فجوه في النص على شكل قلب. فانت بس بتخبزي الكيكتين وبتحشيها بس عادي، وبتحطيهم على بعض، بتطلع الكيكه جواها قلب. حلو. اوكي، ممتاز. دي للفيسبوك. ممتاز. طيب، معناته رح نعمل العدس وفتة الحمص، وكمان جائزتين للفيسبوك للاس ام اس. تبعتوا لنا برنامج ليش لا اللي رح يبدا اول حلقه يوم الاربعاء، هل هو على الساعه 8، 9:30 او على الساعة 7:30؟ رح يكون من تقديم الزميلة المبدعة ليلى السيد. خلينا نشوف مع بعض، بعتولنا من هلا، خلينا نشوف مع بعض المقادير اللي رح نحتاجها لتحضير شوربة العدس. رح نحتاج لكيس أو كوب عدس أسمر، كوب واحد، 2 فص ثوم، بصلة، حبة بطاطا، 4 معالق كبار من زيت الزيتون، و2 كوب سلق مقطع، مي من 6 إلى 8 أكواب، ليمون، ملح وفلفل، ورشة كمون. تمام. طيب، هنحط زيت الزيتون. دي على فكرة الشوربة دي كتير معروفة في لبنان. هي اسمها شوربة عدس بحامض. بحامض. عدس بحامض. وهنحط البصل، كتير لذيذة وفي الشتاء كده ممتازة بالشتاء. أصبح بداية على حياة الهباهبة، صباح الخير. استني بقى، حياة الهباهبة دي عايزة تحية خاصة. دي مين؟ يلا. دي بنت مريم الفقير. بنتها. اوكي، بنصبح مريم وعلى حياة. انضمت من يومين بس للفيسبوك. هي بتحكي لي أول مرة بشارك. لاف جوردن وسيم عمري، عيطاف برضه بنصبح عليكي، صفاء، الحاج نيفين، الحيط، اروى شطناوي، لوشي، جوجو، ميسا، تشارلي صايغ، دان، صباح الخير. طيب، خلينا بس نضيف البطاطس. هنضيف البطاطا مع البصل مع البصل والثوم وزيت الزيتون. في ناس طبعا اكيد بتعرفي بحطوا جزر. لا ما لا، دي مش شوربه عدس. دي مش شوربة العدس العادية. شوربة العدس العادية ممكن يتحط لها. بس شوربة العدس بحامض دي ما بيتحط لهاش غير بس بطاطس وعدس. دي هي شوربة أصلا لبناني. بس معروفة قوي هناك، وفي ناس كتير هنا كمان بيعرفوها وبيحبوها. بس هي ما بيتحط لهاش. لا. وكمان علا، كمان نصبح عليكي، سارة عبيدات، ملاك داود، هالة، شريني، مريم الفقير، آية عبد الله، هدى، ديما، فداء، بدرنا، أحلام الفقيه، سوزي، مصيص، رنا، معالي طوق، ومها مصري.
نصبح عليكم جميعا. بعتوا لنا الاس ام اس طبعا للسؤال ليش لا، برنامج يوم الاربعاء رح يكون اول الحلقه، ايمتى رح تشوفوه على شاشه رؤيه تحديدا يوم الاربعاء؟ هل هو على الساعه 7، هل هو على الساعه 8 9 ونص، او على الساعه 7؟ حكينا هو رح يكون اكثر شيء متاخر بين الخيارات. بعثوا لنا اس ام اس وبعثوا لنا عبر الفيسبوك. الاس ام اس جائزه خلاط او قطاع من كنوز وقالب كيك للي ببعثوا لنا على الفيسبوك. اذا حطينا ارجع اذكر بشوربه العدس بالحامض البصل الثوم وعم نقلب معه البطاطا. طيب دلوقتي احنا مفروض بنحط العدس وبنخليه يستوي بس كده. البطاطس عندنا اتقلت شويه والبصل طبعا اتقلى، المفروض ان احنا بنحط العدس زي ما هو وبنخليه يتسلق في الشوربه. أوكي. بس طبعا احنا عشان ما عندناش وقت فانا سلقته مسلوق 3 ارباع سلق تقريبا. يعني قد ايه المده؟ يعني قعد يمكن بعد ما ابتدت تغلي قعد ممكن نقول تلت ساعه. تلت ساعه. روان نصروين 9 ونص، ريري حما 9 ونص، الجواب هبة 7 ونص. هبة ركزي، أنا حكيت أكثر إشي متأخر بين الخيارات. رنا ضبيط صباح الخير دلونة، طالع بجاني شكرا على الساعة 9 ونص. أم وليد الجواب 9. براء شهوان 9 ونص، ولا أبو حسان 9 ونص، زين حمدان 9 ونص، سائدة 9 ونص، حنان الجبر، روان دوري، رنيم، محمد ناجي، كلهم عم بيحكوا لنا على الساعة 9 ونص. ديما عتاوي 9 ونص، سماح، ياسمين بركات، لميس النوايس، نيفين دغلاس، ميسم، تالا، سورة عبد الرحيم، روان، ياسمين بركات، وانتصار. كمان مين عندنا؟ براء، ام زينة. طيب انا هقلي اللحمه طبعا سمنه، شكلها سمنه البلدي سمنه ناويه على تقيل. اللي عايز يعملها بسمنه عاديه أوكي. اللي عايز يعملها ب ايه بسمنه البلدي يعني مع الفتر فهقلي. انا كنت هعمل الصنوبر لوحده بس دلوقتي بقى خلينا نعمل الصنوبر مع اللحمه. مصرين يسالوكي فوق سؤال، هل يعتبر تعتبر شوربة العدس يعني أكلة رئيسية ولا طبق جانبي؟ طبق جانبي طبعا، ده يدوب فتحة نفس. فتحة نفس بس مع الخبز مع الـ هذا ممكن. فتحة نفس يا لولو، حد هيتغدى شوربة؟ إيه ده جوع؟ مش عارفة. لا لا فتحة نفس طبعا حسب الرغبة. لا يعني حسب الرغبة. طيب طيب زي يعني مثلا في شوربات تانية بتبقى أتقل شوية بس برضو بتبقى فتحة نفس أتقل. يعني مثلا شوربة الفطر مثلا تقيلة، شوربة البروكلي بالكريمة تقيلة بس برضو فتحة نفس. يعني نتغدى شوربة يعني لو ربنا ما قدرنا نتغدى أحسن من كده. روان دلحاوي نصبح عليكي، يزن كردي بارادايس، إكرام، أيمن كمان نباس نصبح عليك، رغد، عواد بدي توصل سلامي لغادر، جواب 9 ونص، وصل يا رغد، مها العطيات، جنات، عمر، محمد طه، خلدون المصري 9 ونص، إن شاء الله تفوز إن شاء الله، سونا، موسى، آية، فرح، غدير، سعيد، يزن الكردي، وفرح، ريحاني، معاد، قدورة، ينال، حداد، هديل، الحدان، نجمل، شاعر، مدلين، خبيس، صباح الخير، هدى، كسواني، وآية، لؤي بواب، برضو بنصبح عليكم جميعا. شو هلا صار معنا؟ معنا اتصال. راما صباح الخير. صباح النور. كيفك يا راما؟ الحمد لله. شو الأخبار؟ كويسة. منيحة؟ بتحبي شوربة العدس؟ آه. طيب ممتاز، شو بدك تحكي لنا كمان؟ انا بتابعكم كثير، حلو فقره المطبخ، انا بساعد ماما طبعاً بالطبخ. برافو عليكي، وهلا تعلمي طبخات كمان تصيري تطبخي. قد ايه عمرك؟ انا 11. العمر كله يا راما. سلمي لنا على الماما. الله يسلمك. يلا باي باي. باي باي. باي راما. طيب احنا يعني الشوربه لأن أنا طبعا سلق العدس قبل كده والبطاطس شوية قليناها فالشوربة قربت تقريبا تخلص، بس تخلص هي استنى قبل ما يعني بس هيبقى فاضل لها شوية بنبتدي نحط اللي بيميز بقى طعمها أكتر حاجة السلق. فالسلق كتير هو اللي بيديها، أنا بحب السلق قوي. بعدين
عمتي دايما تعمل لنا محشي سلق، حاجة كده يعني واو، هاي حاجة واو فعلا. طب خلينا نشوف المقادير إذا هيك، إذا بدنا نحضر فتة الحمص. يلا، إذا في مجال هلأ. طيب بلاش، من احنا العوم لسه ما ابتديناش فيها، احنا بس احنا لسه ما خلصناش الشوربه. طيب بس بس تخلصيها معنا. اسيل، صباح الخير اسيل. اسيل، الو الو الو، كيفك اسيل؟ تمارا الحناتي. تمارا كيفك يا تمارا؟ قد ايه عمرك تمارا؟ بدك نعمل معكرونة البشاميل؟ اه عملناها يعني شبهها كتير. شوفي كده على اليوتيوب في حاجة شبه المكرونة وطعمها كتير لذيذ اسمها نجريسكو. نفسي أربح. نفسك تربح. ابعتي لنا على الفيسبوك أو ابعتي لنا اس ام اس عشان تربحي. أوكي؟ طيب بدي أذكر أسيل، بدي أذكر كل اللي بيحضرونا بيقدروا يبعثوا لنا كومنت على فيسبوك صفحة دنيا يا دنيا أو يبعثوا لنا اس ام اس. برنامج ليش لا الجديد سيبث الأربعاء على أي ساعة؟ 8 9 ونص أو 7 ونص مساء على شاشة رؤية. تبعثوا لنا وبتربحوا أكيد في جائزة للفيسبوك وللاس ام اس. طيب دلوقتي الشوربة خلاص عندنا خلصت، هي طبعا اسمها شوربة العدس بالحامض. بحامض، فهي بيتحط لها حامض كتير، ريحه السمنه بتشهي. كل اللحن. واحد طبعا بيحط حامض حسب ما بيستحمل يعني ذوق. هي بدها كتير، هي عدس بحامض اسمها. هي اصلا شوربه حامضه يعني. أوكي. فاحنا هنحط لها يعني نقول 3 معالق 4 معالق ونسيب الباقي الناس تحطه براحتها في كل واحد في طبقه زي ما هو عايز. اوكي. بها ده انا اكيد المطبخ العربي ما في بعده، اكيد احنا حكينا يعني هو بيستاهل اكيد المرتبه الاولى. لينا زيتون 9.5، خليل حوراني 9.5، وحسني كمان، روان قهوجي جود مورنينج بليز سي هاي تو غاده. وصلت؟ نعم. هاي من روان، روان قهوجي بليز سي هاي تو غاده. اهلا وسهلا بروان. مرنا حدادين 9.5، ميس كمان 9.5، صفاء رغد يسعد صباحك شكرا. احلى شيف غاده، انا اول مره بشارك، ان شاء الله تفوزي يا رغد. روبا اقتشات صباح الخير. لينا احمد، وفاء، لينا زيتون، رؤى وليد، اوكي. كمان في احمد برضو عايش بالمانيا او عايش بالمانيا، اللوده احمد، محمود الساعه 9.5، محمد ردات 9.5، صباح الورد، أنا السليم صباح الورد والفل 9.5، وميرنا مها المصري. شوفي الشوربة ولونها وجمالها. أوكي. شايفة؟ بعد كتير صحية. أوكي. ومفيدة، ما فيهاش دسمة هو ولا حاجة عشان ما حدش يقول. صحية ومفيدة وخفيفة. وسريعة. سريعة. وهنقدم الليمون على جنب زي ما قلنا للي بيحب يزود الليمون. تمام تمام كده؟ تمام تمام.